سلام اخوتي، رجعت لكم اليوم فيديو جديد. اللي معنا في هذه الحلقه هو اشرف الهيد شوت شيف ديال نايت تريد. راه تقريبا كلشي كيعرفوا لمن المعامله ديالو، بلا ما نقول لكم نخليكم مع الفيديو بلا ما نطول عليكم الهضره بزاف. مرحبا الخوش، كيف ما كتلاحظوا اليوم في هذه الحلقه الجديده معنا الشاب ديال نايت ريد، وكيف ما طرحت هاد الاسئله كاملين اليوم غيجاوبكم عليها. ما عندك فين تشرب اشرف؟ نبداو باول سؤال، قال لك واش بصح نصبت على فيدال في القيل؟ لا لا، ما نصبش على فيدال في القيل، فيدال راس وخرج من القيل وصافي هو مشى فحال. اها، قال لك حد الدري كنت تفرج فوق واحد النهار، واش كتلعب ادبليو ام واش كتلعب بي سي؟ لا لا، ما كنلعبش بي سي، ديما تليفون. ما نعرفش باش بالتليفون كملت بالتليفون. قال لك الدري حد الدري يوري، قال لك التالي اللي كان عندك. كان عندي ايفون 6 اس ولكن صغير بزاف، دابا خديت الوش بلس واللي كيعرف اللعب بزاف. واش عمرك فكرتي تسيبريمي القيل؟ الصراحة بعض المرات كتمشي لحظة شي غلطة كتفكر صافي تابوندوني كل شيء، ولكن كيكونوا معك دراري كيعاونوك كيخليوك تحبس صافي وكتحيد الفكرة دغيا. عطينا أحسن سكوادات ديال القيد اللي ديما مكينزلوش على طوب ثلاثة. غالبا السكوادات، كاين ست سكوادات معروفين في نايت رايد، كان سكواد تاع سيلفا وسكواد ديال كوكابي، سكواد بايو، كان السكواد ديالنا أنا سيرول الصديق وصوري و صافي، وكان سكواد ديال يوسف تاعي سكواد مستعين. بقى العطاء، قالك انت الشاف ديال الجيلد، واش كدير لك المشاكل فحال مع البلانات كتخرج الدراري ديال الكلان؟ اه ضروري كيكون شويه المشاكل، كتبغي تخرج صاحبك وما كتقدرش تخرجو ولا شي حاجه هكا، ولا شي واحد كيدير شي بلان ما مزيانش للجيلد ولكن انت صاحبو ما كتعرفش شنو دير، ولكن ضروري خصك تصير في شي حوايج. بصح واش بينك وبينك وبين فيدال شي بلان؟ لا لا، ما بيناتنا حتى بلان صار. حد الدري كيسوى على البارامتر ديال كيكسر ديالكم، انا نخليكم في الوصف الدراري ديال الشين راه كاين واحد الفيديو. واحد السؤال، كي كتجيك النايترين بحال دابا انت الشاف ديالك كي كتجيك حاليا؟ حاليا كتجيني قيل ان شاء الله عندها مستقبل كبير ان شاء الله، من القدام يكون شي حاجه زوينه، والدراري تبارك الله كاملين كيعولوا عليهم، كاملين خوش بيناتنا وكنضحكوا وكنشطوا كنعاونوا بعضياتنا في اي حاجه. وبالنسبه للعب راه كل واحد راه معروف في لعبه ومعروف باللي اللي بغيت راه خصو يكون كيلعب مزيان. بصح كيفاش كيجيك الياس خزون ليك؟ الله يا معرس عادي، دري ويش ضريف وخوف في شويه صارات، ولكن عادي خونا وحبيبنا. تحيه لي. شكون جوج الوحيدين اللي ما تقدرش تعطيهم اكسس ديالك من ناحيه، ماشي من ناحيه يسافروا لك، من ناحيه يخرجوا لك الدراري ولا شي حاجه؟ انا كونتي ما كنعطيش من غير الطريج، الوحيد اللي ما كاينش جوج، كاين واحد هو انت يا خو. هاني الله تعالي ما تخلي لي حتى واحد في الكيزه صاحبي. الله يلا العربة. قال لك اول كلان دخلتي لها؟ اول كلان هي النايت رايد، بقيت في النايت رايد منين مشى من نهار لقيت على الكيل، ما غير هذوك الجلات اللي كتدخل لهم غير كتدخل باش فهمتي شحال هذيك. كنا عرفتش كنا شحال هذيك نواب، ماشي نواب، كنا ديبيتون. كنا كندخلو غير اي كيل، كان ديك الساعه شي حاجه معروفه كنا داخلين، وكندخلو غير واحد الجلس مشى على الشوط الثاني شحال يا مات ساكورا وقيله ولا الهيبو يا مات شحال هادي عاقل عندك ليا. واحد السؤال، قالك منين جاتك الفكره باش دير الكلان، وشكون عاونك باش طلعت الكلان السميه ديالها باش دارت بلاصه؟ اول مره كنا بغينا نصاوبو الكلان كانت واحد الدري زكريا صوبا، كان محل لينا واحد الكيل وصاوب لينا كيل تخرم، كان ديك الساعه الريفوند كيترجعو قدامو صاوب لينا كيل، وبقينا حارين بين السميه اما تكون اليو اي ولا النايت راي صافي، وبقينا كنتفقوا على السميات انا واكاشي وفيدال في ديك الايامات هما اللي شادين الموديراتور، وتفقنا على النايت رايد بثلاثه.
امتى بديتي الجيم؟ الجيم دي في شهر 6 ولا شهر 7 في 2018 واقع، كان في قالتنا هو نفس فيل إليت باس ديال الساكور. ريسباس دي ساكورا آه. قديم كان يملي كيعاود لك الكونت لا انا عاودت شوقي على الإليت السابع ريسباس حتى تيرتو اللي مات اي الجوكر. الجوكر الجوكر اللي جوكر. فشلت. قال لك شنو هو السر الاحتراف ديالك في ا دبليو ام؟ كلشي كيسول السر الاحتراف. الاو ام ساهله، خصك غير تعرف شي دي تروك اللي كيعاونوك باش تخدم بها مزيان. باش كاينين شي حوايج اللي ماشي كلشي عارفهم في البارامتر، شي مره ندير شي فيديو نوريكم كيفاش تعرفهم. ما هي ساهله في اللعب، لا خصك غير والله الممارسه. قال لك واحد الدري بليز ممكن واش يعطينا نصائح على فري فاير باش نوليو حتى حنا اساطير وكمل راك نادي رجع ما خير. الله يحفظك لي يا خويا. خويا احسن حاجه دير الا كنتي باغي ديفلوبي النيفو ديالك هي تريكوردي، ومن بعد ملي تكون جالس انت وراسك شوف الريكوردات ديالك وشوف شنو الاغلاط اللي كدير. مثلا بحال مثلا ملي كتكون لاعب ما كتكونش مركز 100% على شنو كدير، بس الا ريكورديتي ورجعتي الريكورد ديالك تقدر تلقى شي حوايج اللي كان خاصك ديرها هادي وما ديرش هادي، مره اخرى ما تطيحش نفس الغلط. الحاجه الثانيه تقدر تتفرج شي وحدين اللي كيلعبوا مزيان وما تانسبير منهم وتشوف منهم شنو كيديروا، مثلا شي قوالب شي حوايج هكا. بصح قال لك واحد السؤال كلشي باغي يعرفو. هذا واحد نار قال لك كيف كنسول في الجروب ودابا جات الفرصه باش غيعرف هو 14 ما عارفش علاش كيعيطوا لك الانوس. واحد النهار كنا خارجين في البحر، كنا دايرين مع الدراري نتلاقاو الدراري نايت رايد كاملين صافي، ومن تماك طلعوا عليا بديك السميه. كل واحد طلعنا عليه بسميه ولكن هما شدوا فيا انا مزيان. دابا واحد السؤال اخر، شكون احسن لاعب كيجيك في الان ار اللي من ناحيه الام والخفه مجموع في كلشي؟ احسن لاعب نقدر نقول لك في بيس كاين واحد اللاعب سميتو الطياح، ان ار الطياح، وفي التليفون كان ان ار سيرول خفيف بزاف وكيلعب مزيان. كيف ولا راه جيت راي بسيكو راه قال الدراري راه اللي كيرجع شو الفيديو بسيكو غادي هو عارف علاش قال. بصح علاش خرجوا البنات من الان ار؟ ما خرجوش، خرج واقيلا قلال، كان واقيلا عندنا شي 8 دريات دابا ولاو غير جوج. ايوا الدريات قدام ما كثروا قدام ما كيكثروا السطاح. بصح كاين اللهم يبقاو الرجال بيناش. بيناس ما كيكونش السطاح بصح. حاليا كاع جدريت اللي بقاو درويشات، تحية للسواولية. واش هيد شوت شرا من عند فيدال كلان؟ لا ما عمرني شريت من عنده، عمرو بالي عمر الجيل كتباع ولا كتشرى من غير هذوك اللي كيعتبروا مصلحة شخصية أو بغا يدير بها شي حاجة، بصح عندك اللي كيقدر يبيعها ويشري فيها. بصح شكون هو أكثر دري في الآن آلي دوزتي مع الزوينة والخايبة؟ الصولديك معايا منين لحد دابا اللي بقى معايا حتى دابا هو الصولديك، هو تحية أقدم واحد للزوينة كنعرفو في الجيل هو اللي بدا معايا منين. إن شاء الله وكاين يكون حتى واحد الدري صالح صلاح تصور تاو بزاف قديم. دوزنا معاه بزاف. تحية للدراري. سؤال هاتو، ثلاثة دراري في الجيل اللي كيعجبك لعبهم بالتليفون؟ بالتليفون خويا قاعد الدراري الصراحة كيعجبوني، كون ما كانش كيعجبني شي واحد راه ما غاديش يبقى معاه. الصراحة بغيت نسولكم شحال كطلبوا في الكاد دي والهيد ومنين جات سميد النيطري؟ شحال كنطلبوا في الكادي والريش؟ الكادي والريش ماشي شي حاجة، خاصك تكون كتقصر مزيان وصافي وتكون درويش فهمتي مع الدراري. بصح نقولوا شي 50 في الريس وثلاثة ونص في كاطي ولا أربعة في كاطي. ومرحبا بك. ومنين جات سميدي النايت ريد؟ جات من واحد الأوني سميتو أكامي غاكيل، كانيكا و هادي واحد المنظمة المهم تتفرج فيها بلا ما نحرق لكم. او عطاكم السمية. واش كتعتبر نايت ريد من احسن جويلدات في التنظيم وفي لي مونبر لي فيها بليس؟ واش تقدر تخرج من الكلان؟ واش نقد نخرج من الكلان؟ هادي ما يمكنش، هادي هادي خرج الشرا غتحبس الجيم. ما نحبش الجيم، انا كنفكر في حاجه اصلا غير كي هي الجيم. واش السؤال الاخر؟ سؤال اخر، واش كتعتبر نايت ريد من احسن جويلدات في التنظيم وفي لي مونبر اللي فيها؟ بيان سور نايت ريد احسن جويلدات في التنظيم وبيناتنا، وكل ديما الضحك حتى حد ما كيوقف على شي واحد وما كيلقاهش. بصح كيفاش كدير كتلعب وكتقرا؟
انا حاليا كنقرا في الاف اس تي في التروازيام اني، وكيفاش كنلعب وكنقرا عادي. حنا اصلا عندنا بروغرام مفتوح، يعني كتقرا ماشي ديما من 8 12 6، اوكي راه كيبقى لك الوقت فين تقرا وفين تخدم وفين تريني وشحال من حاجه. بصح الله يعني يسهل عليك مشكله فيها اخويا، الله فري فاير يسهل على مشكله. الجميع. ودابا وصلنا لاخر لقطة في الحلقة، شي كلمة للمتابعين. تبعوا بايو، جيم، سبسكرايب، وإن شاء الله ربي سبسكرايب تشوفوا غير ما تنساوش جديد. ديروا صافوني ماشي افوني. يلا الخوش الحلقة الجاية راه غنجيبوا لكم الزول ديك.